وإلى فلسطين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 28 شابا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. جرى تحويلهم فيما بعد إلى مراكز التوقيف المختلفة من أجل التحقيق. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات في محافظات الضفة الغربية واحتجزت والد أسير. وينضم إلينا السيد جهاد الحرزين القيادي في حركة فتح. سيد جهاد، أهلا وسهلا بك معنا في الحياة الآن. أهلا بك. يعني بداية يا فندم، يعني تعامل السلطة الفلسطينية مع اعتقال الشباب الفلسطينيين؟ يعني الكل يعلم ويدرك بأن دولة الاحتلال لا زالت تمارس عمليات القمع، وهي التي تخالف القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحض على معاملة الأسرى بشكل إنساني وبشكل يتفق المواثيق الدولية. ولكن دولة الاحتلال التي تتحصن بالغطاء القانوني الموفر لها من قبل الولايات المتحدة في الأنظمة في المنظمات الدولية، هي تفعل ما تشاء بحيث تمارس سياسة الاعتقال والترهيب والظروف اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، كل ذلك تمارسه دولة الاحتلال دون حسيب أو رقيب، محاولة أن تقتل الروح الثورية والنضالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، علما بأنه إذا عدنا للذاكرة وللأرقام سنجد بأن هناك أكثر من مليون فلسطيني تم اعتقالهم منذ عام 67 حتى يومنا هذا. هناك الآن 7000 أسير فلسطيني لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال. ولكن يجب أن تدرك دولة الاحتلال بأن هذه البستيلات التي خلقتها وجدتها لإفراغ المناضلين من محتواهم النضالي ستبوء بالفشل، بل هذه البستيلات تتحول بفعل الحركة الأسيرة وبفعل المناضلين الفلسطينيين إلى أكاديميات ثورية تخرج الثوار والأبطال، ولذلك لن تنال تلك الإجراءات التي تستخدمها قوات الاحتلال سواء بالاعتقال أو بالقتل أو بالإرهاب من صمود وعزيمة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدافع ويطالب بحقه المشروع. والسلطة الفلسطينية تلجأ إلى المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية، حيث كان هناك طلبا لدولة سويسرا باعتبارها الضامنة لاتفاقيات جنيف الأربعة، والتي هي بالأساس تتعلق بحماية المدنيين، تتعلق بتوفير الظروف المناسبة. طيب على أرض الواقع يا دكتور جهاد، يعني اسمح لي، بنرى وبنعلم أن الإعلام الإسرائيلي وأيضا اللوبيات الإسرائيلية المنتشرة في كل الدول المتقدمة في الغرب يعني بيمارسوا ضغوط شديدة للغاية، وبيوصلوا الصورة بأن الفلسطينيين هم من يعتدون على الإسرائيليين. ما دور السلطة الفلسطينية هنا والمسؤولين الفلسطينيين في إيصال الصورة؟ حتى الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الفلسطينيات كانت فقط ترفع العلم الفلسطيني فقوبلت بالرصاص الإسرائيلي. دوركم إيه في إيصال هذه الصورة إلى الإعلام الغربي؟ يعني ليس دورنا نحن فقط فيما يتعلق بهذه القضية، بل هو دور الإعلام العربي وإعلام الدول العالمية الحرة التي يجب أن تنقل الصورة الحقيقية غير الزائفة والخادعة التي يحاول الاحتلال سرقة الصورة الفلسطينية وتصويرها على أن هناك اعتداء على الإسرائيليين. شاهدنا جميعا في المسيرات السلمية التي خرجت، كما تفضلت، فتاة ترفع العلم الفلسطيني بشكل سلمي تقابل بالرصاص. الصورة الأكثر يعني ضررا بالمعنوية وبالنفس عندما تطلق قوات الاحتلال على ذوي الحاجات الخاصة، على من قطعت وبترت أقدامه وهو لا يشكل خطرا عليه، هو تقنصه بالرأس وبالصدر، مما يعني أن هناك حالات إعدام ميداني. هذا الأمر الذي تطلب أن يتم نقل الصورة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي واستخدام ثورة التكنولوجيا لإيصال الصورة الحقيقية. وبالفعل بدأ العالم يكتشف الحقيقة ويصدق الرواية الفلسطينية في ظل أن الرواية الإسرائيلية أصبحت غير مقبولة لدى العالم نتيجة ما تنقله عدسات الكاميرات وما تنقله الفضائيات وما
يقدم عبر شاشات التلفزة ومقاطع الفيديو ووسائل التواصل. أخيرا دكتور جهاد، أنا لماذا ذكرت الإعلام الغربي وأيضا التوجه إلى الشعوب الغربية؟ حديثي هنا لأننا نوعا ما كمواطنين عرب فقدنا نوعا ما الرؤية تجاه أو الثقة في المؤسسات الدولية وبالأخص الأمم المتحدة. عندك مثلا المجلس الأمن كان هناك بخصوص القدس 14 من الموافقين وفرد واحد فقط أو عضو واحد فقط العضو الأمريكي كان معترض وقراره أو كلمته سارت على الجميع، فبالتالي المؤسسات الدولية محبطة أو محكمة بفيتو أمريكي، فبالتالي التوجه إلى الشعوب أو الإعلام يعني أعتقد أصوب في المرحلة المقبلة. يعني هناك توجه، هناك خطة تم إقرارها في مجلس وزراء الإعلام العرب بضرورة أن يتم التواصل مع الإعلام الغربي، أن يتم التواصل من خلال المنظمات المجتمع المدني ومن خلال الأحزاب لدى هذه الدول والبرلمانات، وهذا ما شاهدناه من خلال لقاءات البرلمان العربي مع برلمانات العالم باتجاه كيفية نقل الصورة الحقيقية والتأثير في المواقف. وهذا كما تفضلت بأن الأمر جلب حالة من الدعم الدولي رغم ما مارسته الولايات المتحدة الأمريكية من اتجاه سياسي ومادي للعديد من الدول لأجل التصويت ضد مشروع القرار المصري في مجلس الأمن، ولكن استطاع هذا المشروع الذي قدمته مصر أن يحصل على 14 صوت وفقط بقيت الولايات المتحدة. الأمر الذي انعكس كذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويت 129 دولة وفقط الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور لم تستطع سوى جمع 5 أصوات بعجالة سريعة. هناك طلبا كان بالأمس من قبل وزير الخارجية الفلسطيني الذي تحدث بضرورة تعديل نظام التصويت في مجلس الأمن لما يتوافق مع مبادئ قرارات الأمم المتحدة. شكرا جزيلا الدكتور جهاد الحرزين القيادي في حركة فتح.